السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم من حي مناشد. واحد اللص غبي دخل باش يشفر السيارة، طاح لي الهاتف داخل السيارة. وصول الدائرة الأمنية من أجل المعاينة. وشد باليد ديالو مقبض ديال الكوسان ورجعو اللور حتى صاحبة السيارة قصيرة القامة. حارس السيارات انتبه أن السيارة الزجاج ديالها مكسور. اللص اللي دخل لهاد السيارة غبي وما تعرفش يخدم وباقي جديد في السرقة، يعني طاح لي الهاتف النقال وشد بيدو داك المقبض باش رجع الكوسان اللور باش جبد الخيوط باش يديمارها ويديها، ولكن للأسف ما دارتش أمر. طاح لي الهاتف النقال داخل السيارة. فضل لحظات وصول الدائرة الأمنية، حنا تنتظرو باش يوصلو الشرطة العلمية باش ياخدو البصمات. وهذا الحي هو اللي سبق انه طرات في ديك المعركة ديال الارتراط يوم العيد، مسيرة ثلاثة معروفة بالسرقات خصوصا السيارات والدراجات النارية. يعني هذا اللص سهل سهل باش يتم القبض عليه. أريد لنزاروت غادي يحصل إن شاء الله، كون هاني بلا هاتف نقال اللي طاح لي في السياره، وتال شد بيدو داك القبضه اللي كترجع الكوسان، يعني صاحبه السياره قصيره القامه، يعني شديتي القبضه وشديتي الجاج. بحال بحال ولا بصير لا الطريقة ديال باش بغي يشوفو الطونوبيل غريبة شوية. جمال الزاكي مبروك لي واشر.
مشاهدينا الكرام، بشر معكم من المسيرة 3. حارس السيارة كيحكي تفاصيل الدائرة، يعني كيفاش اكتشف السيارة انها محلولة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث بينما وصلوا الشرطة العلمية.